واحد بيقول نحن نسمى مسيحيين لأننا نؤمن بالمسيح، فلماذا يطلق علينا كلمة نصارى أو أقباط؟ وما هي التسمية الصحيحة التي تتفق عقيدتنا؟ بنسمى مسيحيين لأننا نؤمن بالمسيح، ده كويس. نسمى نصارى نسبة ليسوع الناصري، يسوع الناصري. فأصبحت كلمة نصارى أو مسيحيين زي بعضها. أما كلمة أقباط فهي ناحية وطنية، يعني الأقباط هم المسيحيون المصريون، لأن كلمة قبط وإيجبت أصل واحد، قبط وإيجبت، جبت الجبت الجبت، حتى الصعيدة يقولوا الجبت، القاف ينطقوها جيم زي قوي يقول قوي. ف قبط أو إيجبت حكاية واحدة. فنحن أقباط نصارى مسيحيين، كل الأسماء ماشية. أو تقول مثلا نحن مسيحيون دينا وأقباط موطنا، بس مش كل مصري قبطي، لكن كل قبطي مصري.